يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سهى إمام في صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد الأول بل قام للثالثة. سهى إمام في صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد الأول بل قام للثالثة، فلما سمع تسبيح اثنين رجع وجلس، ثم أكمل صلاته وسجد للسهو، وبعد الصلاة قال أحد المأمومين إن صلاتنا باطلة ولا بد من الإعادة لأن الإمام رجع من ركن إلى واجب. هذا صحيح؟ لا، ما هي باطلة. الإمام يجهل هذا، الإمام يجهل هذا فيعذر بالجهل. وأيضا يقولون أنه يكره الرجوع إذا قام اعتمد، يكره الرجوع. فإذا شرع في القراءة، إذا شرع في الفاتحة يحرم الرجوع لأنه شرع في الركن. ففي فرق بين قيامه قبل الشروع في القراءة والشروع في القراءة، هذا يكره إذا يحرم. الصلاة على كل حال صحيحة إن شاء الله، ويعذر للجهل. نعم.